نقولكم مبروك عليكم الشهر ورمضان كريم، وشكرا لحضوركم اليوم، ونرحب بضيوفنا اليوم من الشباب والموهوبين ومدراء الأعمال. أسعد الله مساكم بكل خير، معكم أختكم عليا حارب، بكون مقدمة الجلسة مع أخوي يوسف بن علي. حضورنا الكريم، أتمنى من المشاركين والضيوف فتح الكاميرا وفتح المايك عندما يطلب الأمر، ونتمنى من الحضور الكرام عدم فتح الكاميرا أو المايك أو لأي استفسار ثاني. نتمنى منكم أنكم تكتبون في صندوق الدردشة وبرد عليكم في أقرب وقت. بدايتنا نبدأ مع تغريدة من مؤسسة البرودكاست الأخت أريام الكعبي، نشرتها اليوم بحلول شهر رمضان وأول حلقات البرنامج 20/4/2021. في حدود الساعة 8 مساء بيتم البدء في تجهيز الجلسة الأولى لمبادرة رمضان والشباب. شكرا لكل القائمين على نجاح هاي المبادرة، شكرا لوزارة التربية والتعليم والمجتمع على اهتمام الشباب في مثل هذا اليوم. سوف يتم تجديد لقائنا كل ثلاثة، نتمنى رسالة الشباب قد وصلت إلى مكانها الصحيح، وكل عام وانت بخير. أرحب فيكم مرة ثانية وبالتأكيد مع أول محور لبرنامجنا، وهو ضيوفنا من الشباب المنجزين. ضيفنا من الشباب المتواجدين اليوم ويانا في البرنامج حمد عيسى وحمد المتطوع محمد الجسمي. نبدأ بأول شاب إماراتي يفتح المتحف. ذكريات الإمارات معكم المبتعث أحمد المتطوع. يتفضل أخوي أحمد المتطوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين وعليكم السلام. بدايتنا أخوي أحمد المتطوع، شو أهمية التراث بالنسبة لك؟ والله التراث له أهمية كبيرة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة. مثل ما قال أبونا الشيخ زايد، اللي ما له ماضي ما له لا حاضر ولا مستقبل. فلهذا السبب أن التراث له جدا أهميته جدا كبيرة علينا نحن كأفراد، وعلى الدولة بأنها يكون لها ماضي، يكون لها تاريخ. اليوم السياح يوم مثل بلادنا، شو من أهم الأشياء اللي يريدون يشوفونها في بلادنا؟ يريدون يشوفون تاريخ وتراث بلادنا. فلهذا السبب التاريخ والتراث مهم. وأنا بديت في هذه الهواية من كان عمري 6 سنوات بعد ما سافرت لأول دولة في حياتي. فكنت أتساءل أن ليش عملات الدولة اللي أنا سافرتها تختلف عن عملات دولتنا. فمن هني بديت أجمع العملات، بديت أدخل في مجال التاريخ، أجمع العملات من ثم المجتمعات القديمة، من ثم الطوابع وغيرها. فمن هني بديت أنا هذا المجال، وكان حلم طفولتي أني أسس لي متحف، ولكن ما يكون متحف عادي، يكون متحف مختلف، متحف ذكي. ليش جت لي هذه الفكرة؟ لأن كنت أزور متاحف الدول، كنت ألاحظ أنه ما في إقبال كبير على متاحف الموجودة في الدول، رغم أنه مكلفين عليها مبالغ كبيرة. بحث في السبب، فلقيت أن السبب أن الناس ما مهتمين في التاريخ. اليوم الناس مهتمين مثلا أكثرتهم في التكنولوجيا، والبعض مهتم في الفن مثلا. فلقيت أن أنا عندي مجال، عندي حب في مجال التكنولوجيا وعندي حب في مجال الفن. ففكرت أن كيف ممكن أدمج ما بين هالمجالين، فدمجت ما بين التاريخ والفن والتكنولوجيا، وطلعت فكرة متحف أحمد المتطوع ذكريات الإمارات. والحمد لله صرت أصغر واحد في العالم يفتح متحف تاريخي، الحمد لله. صحيح، شكرا. أوكي، رسالتك الأخيرة للشباب شهر رمضان الكريم. والله أنا رسالتي هذه دوم أقولها شهر رمضان ولا غير شهر رمضان، اللي هي الاستثمار الوقت. أن الواحد كيف يقدر يستثمر وقته؟ اليوم كل واحد عنده 24 ساعة، كيف الشخص ممكن أن يستثمر وقته بالشيء اللي يفيده واللي يخدمه واللي يحقق نتائج فيه للمستقبل؟ يعني مثلا في شهر رمضان هذه فرصة أن نحن نمارس الرياضة مثلا، العدل من صحتنا وغيره، فهذه يعني تفيدنا نحن. فرسالتي بشكل مبسط يعني أن نحن نستثمر أوقاتنا بكل ما في خير، كل واحد بمجال اللي يحبه، كل واحد بالشيء اللي يحبه اللي يحب يعمله وغيره. يعني مشكورين ما قصرتوا على هذه الاستضافة المبروكة والطيبة. مشكور أختي عليا، مشكور أخوي يوسف، الإعلاميين المميزين الموجودين ويانا. شكرا لأخونا أحمد المتطوع على هاي الكلمات الطيبة. مشكور أخونا أحمد المتطوع، مشكور أحمد ما قصرت. وننتقل إلى الشاب الطموح، مؤسس ورئيس نادي جامعة خليفة الابتكار، ومعانا اليوم حمد عيسى. تفضل أخوي حمد. أولا في البداية، بداية أخوي حمد، ما أهمية براءة الاختراع
لدى المبتكرين؟ طبعا مجال الابتكار في دولة الإمارات يتطور يوم بعد يوم، ولذلك يعني أي شخص مبتكر مخترع ما أكيد ما يبقى شغله وجهده يروح هباء بدون ما يحفظه، خاصة أن هنالك يعني شركات خاصة وأشخاص يعني حابين المجال هذا، فيشوفون الأفكار هذه ما يستهينون فيها فيشلونها يطبقونها وتعود لهم بمدخول كبير جدا. ولذلك يعني براءة الاختراع هي مثل ما عندكم أنتم في مجال الإعلام مثل حقوق النشر مثل ما تحفظونها، نحن عندنا اللي هي براءة الاختراع فيها مكاتب على مستوى العالم، شيء براءة اختراع دولية وبراءة اختراع في الدول أو المناطق الجغرافية كذلك. ولذلك يعني أي شخص مبتكر مخترع ما أكيد ما يبى شغله أو عمله وسهرة يروح هباء بدون فائدة لا، وخاصة أن الدول في الوقت الحالي تقاس بمدى الابتكار عندها بمجال الابتكار هذا، لأن مجال جدا مهم الابتكار عندنا اليوم، مو بس مجال التكنولوجيا مثل ما منتشر عند بعض الشباب، الابتكار في جميع المجالات في مجال الفن والتكنولوجيا وجميع أمور الحياة. ولذلك يعني تعد أمور حفظ الحقوق الملكية الفكرية اللي هي براءة الاختراع مهمة جدا للمبتكر بأنه يسجل اسم دولته في على مستوى العالم. بالتأكيد بالتأكيد جميل. اقتراحات جديدة تبغى تشوفها في مستقبل دولة الإمارات من منظورك حمد؟ طبعا نحن يعني ما يمدينا نقترح شيء ولا نفكر في شيء ولا نتمنى شيء إلا حكومتنا وقيادتنا الرشيدة قائمين على هذه الأعمال. صحيح صحيح. كنت أتمنى أن نحن ننمي القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ولله الحمد يعني اليوم الشيخ محمد براد تطلق اللي هي مبادرة 300 مليار لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وهذا الشيء راح يخدم مجال الابتكار والاختراع بشكل كبير في دولة الإمارات، لأن اليوم نحن كشباب أكيد نطمح بأن المنتج يكون 100% إماراتي، من فكرة ومن عمل ومن إنتاج وتصنيع كامل يكون إماراتي، وهذا الشيء كنت أتمناه. ولله الحمد الشيخ محمد بن راشد أطلق المبادرة هذه، وإن شاء الله يعني نحن كشباب نستثمر في الشيء هذا. والحمد لله أنا أنشأت شركتي الناشئة بحضانة من مركز خليفة للابتكار، قلنا نحن الفكرة هذه إماراتية صنعت في الإمارات بمجهود شباب الإمارات، فهالشيء جدا يعني سعدنا به نحن، ونتمنى نعم الشباب كلهم يشتغلون في هذا المجال. كل الشكر لك حمد ما قصرت. نشكر أخونا حمد عيسى على هاي الأفكار الإبداعية اللي في يوم من الأيام بتساعدنا إحنا كشباب إماراتيين وأيضا شباب الدول العربية. شعارتنا المبدعة فطيم الحرز عفوا، إحنا سعيدين بتواجدك اليوم ويانا وسعيدين أكثر بهاي الطلة المتميزة منك. شعارتنا أنا سعيدة أكثر تواجدي معاكم. أوكي، بدايتنا الشعر فطيم الحرز، كيف كانت بدايتك في الشعر؟ بديت سلمت الله كنت دائما أحفظ الشعراء، كنت أسمع الأغاني، أسمع كلمات الأغاني، أركز على كلمات الأغاني، كنت وايد أحب أسمع حامد زيد، الشيخ زايد الله يرحمه، الدكتور مانع سعيد العتيبة، الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، كنت وايد وايد أحفظ قصيدهم وأجلس أكتبه يعني في الدفتر. فعقب فترة أختي الله يطول بعمرها عندها زميل معها بالدوام هو شاعر، فكان دوم تكلم عن موهبتي، فاجتمعنا فيه وما قصر يعني ساعدني وعلمني القوافي والبحور والوزن، وبديت شوي 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 أكتب يعني مثل الخواطر الأشياء هذه الكلمات الأبيات المقفاة يعني ما يكون قصيد لين ما شوي شوي يعني تكونت شخصيتي وانصقلت موهبتي ودخلت السوشيال ميديا. ما شاء الله ما شاء الله. إيه دخلت أشعار الشعر فطيم يقول
يا طير من غيرك بحاكي وخبر عن ما جرى. ايش اعرف طيب، هل انتي ترسمين هاي القصة من الشعراء الاخرين؟ وليش اغلب الشعراء يستخدمون الطيور في كتابة بعض القصايد؟ لا مو استخدمت، انا يوم استخدمت هذا التشبيه كان من باب الواقع، لان انا عندي طيرة ربي ووايد احبها، فيعني ما اعرف يعني كتبت هالابيات من هالباب. بس ممكن استخدام الطير بكثرة في قصيد الشعراء، لأنه هو اللي دائماً يودي المراسيل ويجيب المراسيل، ودائماً يعني أصوات البلبل، ويعني نوع من اللحن، نوع من الصوت الجميل، يعني عرفتي؟ فهذا الشيء دائماً يستخدمونه كتعبير في القصيد. شكراً الشعرة فطيم على تواجدك اليوم ويانا. حبيبتي مشكورين ومشكورة، أحب أشكر كل اللي متواجدين، وأشكرك أنتي والمذيع الثاني ما شاء الله يعني أبدعتوا وكفوا عليكم، وأشكر مديرة البرودكاست أريام الكعبي، وأيضا وزارة التنمية والمجتمع. شكرا. شكرا. ومثل ما شفنا في الفيديو ترند الشباب بأن عندنا مواهب كثيرة وفي الخليج العربي وخاصة في الكويت. اليوم معنا ضيف موهوب وخاصة في صناعة المحتوى، عيسى حبيب من دولة الكويت. بدايتنا سعيدين جدا باستضافتك عيسى حبيب، واليوم قبل دعواتنا. السؤال الأول اللي كان في ترند الشباب، كيف كانت بدايتك في هالمجال، وهل هالمجال فيه أثر كبير على دراستك؟ السلام عليكم، مشكورين على الاستضافة، يعطيكم العافية، ويعني وايد وايد أنا سعيد إني أكون متواجد معاكم. أول شيء إيه، سؤال حلو، حبيت السؤال. بدايتي بالسوشيال ميديا أو بصناعة المحتوى كانت بداية ما يعني ما أتذكرها، لأن صارت وايد بطريقة يعني يعني بتدريجية. لأن بلشت أول شيء أنا كنت أحب أسوي فيديوهات، أحب أطالع أفلام، أحب أشوف مسلسلات كصغير، يعني عمري 14 سنة. فمسكت لي كاميرا وقعدت أصور وقعدت أسوي منتج فيديوهات. ما كان لي هدف، يعني لما كنت أسوي هالأشياء ما كان لي هدف، يعني كنت أسوي لأن شيء أحبه، كان في شغف يعني موجود. طبعا أنا ما استوعبت هالشيء إلا بعدين، بعد فترة، بعد ما سافرت كندا وتغربت وقدرت أستوعب شغفي وأفهم نفسي أكثر. بس بداية بالسوشيال ميديا بلشت مثل يعني كلنا شلون فتحنا أول مرة حساب بالإنستغرام، نبي نوري ربعنا، نبي نوري أهلنا شنو قاعد نسوي. بس أنا حسيت لما شفت بعض الصانعين المحتوى قاعد يقدمون شيء مميز، يعني قاعد يستخدمون المنصة بشكل مميز إنه يوصلون رسالة، يوصلون شيء في هدف. فأنا ما أدري ليش، ما أدري شنو خلاني أنجذب لهالشيء. كل ما كنت أشوف صانع محتوى قاعد يقدم شيء يفيدني، قلت أنا بسوي نفسه، أنا بقدم هالشيء، ليش ما أنا أقدر أسوي هالشيء؟ فطورت من نفسي من هالناحية، يعني بلشت شوي شوي تدريجيا، يلا خلنا نسوي فيلم قصير عن رسالة مثلا عن التغرب وشون الطالب يتغرب، خلنا نسوي رسالة عن التطوع مثلا، يعني أفكار جت ذي ورا ثانية. ليه ما وصلت لها المرحلة الحين؟ يعني الحمد لله أن أعتبر نفسي صج صانع محتوى، أسوي كفول تايم يعني جاب. بس أنا يعني من هالوجهة النظر، أنا يعني لما أي أحد يقول لي أنا شلون أبدي، شلون أبلش كصانع محتوى، دائما أنصح الشخص إنه يبلش من بشكل عادي، يعني وين الشغف موجود بلش فيه، هذا شنو الشغف اللي عندك، وبعدين حاول تفهم ليش أنت تبي تسوي هالشيء. مثل في مقولة يقولونها بالإنجليزي start with why، بلش بالليش، يعني شنو الهدف من اللي أنت قاعد تسويه. فأنت لما تبلش بهالطريقة التفكير راح تقدر تسوي تنجز من هالناحية. وبس هاي يعني جوابي البسيط لل جميل. شكرا عيسى. هل عيسى معنى آخر في صناعة المحتوى، أو أنك أنت تشوف أن صناعة المحتوى له طريقة محددة لا تتغير؟ أول شيء حبيت أقول عليا ما شاء الله عليك، وايد يعني أنا يعني طريقة القائد وتي وايد يعني ما شاء الله عليك متميزة. شكرا. يعطيك العافية.
فأنا شوف أنا ما أعتبر أن في صناعة المحتوى لطريقة معينة، مستحيل أتفق مع وجهة النظر. لأن ليش؟ لأن المنصات التواصل الاجتماعي قاعدة تتغير كل سنة، قاعد يطلع لنا برنامج جديد تيك توك، بعدين كلوب هاوس، بعدين ما أدري شنو. فالشخص إذا يبي يصنع محتوى بالسوشيال ميديا بالذات لازم يتأقلم مع أجواء اللي صايرة بالسوشيال ميديا. فلما تتأقلم لازم تغير من طريقة المحتوى، طريقة الرسالة، تغير من مدة الفيديو. مثلا الحين مو الناس ما راح يشوفون فيديو 10 دقائق، الناس تمل، يبون شيء سريع، يبون بسرعة يلا وصل لي المعلومة بسرعة بطريقة إيجابية أو بطريقة إبداعية. فأنا أتفق، أنا أؤمن أن الشخص لازم يطور من نفسه ويطور من طريقة الطرح. يعني أنا قبل 4 سنوات طرحي كان أحسه ممل وبايخ، والحين قاعد أحاول أن أطور من نفسي من ناحية أن شلون أخلي طرحي بالفيديوهات يكون يوصل القلب أسرع، أو يعني بطريقة ما في شلون يقولونها تزيف، أو أنا مو قاعد تنكر قدامكم. ف يعني الأدوات موجودة، الكاميرات، التليفونات كلها موجودة، هذا التليفون موجود، يعني هذا كل شيء موجود. تبي تصنع محتوى موجود، بس انك شلون توصل رساله بالمحتوى بالصناعه المحتوى، هني الفكره، هني الشيء اللي لازم يعني تركزون عليه عشان توصلون شيء يعني تنجزون فيه. صح. شكرا لك اخونا عيسى. نرجع الى اهم شاب اماراتي اللي حضرنا في اخبار ترند الشباب عن الرساله اللي وصلها من المحتوى. وفي آخر فيديو إحنا شفناه فكان يعني يعكس محتوى دولة الإمارات، بالتأكيد أسواق دبي القديمة. رحبوا معاي بضيفنا محمد الجسمي، المرشد السياحي وأيضا أحد الشباب المنجزين في دولة الإمارات. شخصية أهلين محمد. أهلين جميعا. مرحبا. شخصية محمد كيف كانت أو كيف صارت بجملة واحدة تقدر توصف عمرك فيها؟ بجملة واحدة كيف ممكن أوصف كيف كنت؟ كيف كانت وكيف صارت؟ أوكي. خلينا نبدأ. شخصية محمد في البداية قبل الثانية، في أيام الدراسة، خلينا نقول أيام الثانوية، كنت شخصية خجولة، كنت ضعيف شخصية، ما كان عندي ثقة بالنفس، إلى شخص الحمد لله عنده ثقة في نفسه، شخصية وايد اجتماعية، الحمد لله يعني وايد طريقة اجتماعية، وصرت وايد اجتماعي وأحب أكون مع الناس. وغير شيء صرت لشخصية تبغى تد أثر أو أثر في الناس، تبغى تترك أثر في الناس. ويمكن جملة واحدة أقدر اختصرها أو هدفي في هذه الحياة اللي هو ولست إلا راحلا يبتغي طيب الأثر. جميل جميل، أشكرك يا أخويا. هل الإنجاز قصة طويلة أو الإنجاز أصبح سهل بالنسبة لك؟ الإنجاز أكيد كل شخص سوى إنجاز أو إنجاز كبير أكيد له قصة وراها، وقصة طويلة هو بداها وكيف بدأ وكيف وصل. ما أقدر أقول إن اللي وصلت له الحين يمكن هو إنجاز كبير أو أحسني بعدني في بداية المشوار يعني، لكن كبداية أنا خلني أقدر أقول بعد أبدأ كبداية بديت في التطوع. كان شان إنسان شيء كنت وايد خجول، ما أطلع الناس، ما أحب أكلم حد، بيني وبين نفسي وبيني وبين أهلي بس. ألين ما بعدين بديت أتطوع في خلينا نقول الفعاليات اللي هي صغيرة كانت بشكل بسيط، اللي هو رمضان أمان أتوقع تعرفونه كلكم. فبديت في هذا الشيء البسيط، والحلو بعد هذا الشيء هذه الفعالية عرفتني على وايد ناس، وعرفتني على فرق تطوعي خلينا نقول في نفس المجال. فصرت يعني شوي بين فترة وفترة أجرب أشياء جديدة وأدخل في أشياء جديدة، وهذه التجارب كل ما تدخل فيها تعلمك أكثر وتعرفك على ناس أكثر وتوصلك لأماكن عمرك ممكن ما كنت تتخيل تسويها. فخلنا نقول من بداية شخص بس كنت مجرد أعطي وجبات للناس لهذا، إلى في مجال التطوع يعني، ولين وصلت كنت قائد للمتطوعين في اللي هو كيف يقولون سبيشال أولمبيكس، اللي هو الأولمبيات الخاصة في أبو ظبي في سنة 2019. واعتبر هذا شيء جدا انجاز كبير انا حققت خلال فتره سنتين، ان من شخص توه بادي الناس توه يعرف عن الناس، الشخص كان قائد متطوعين في اكبر فعاليات رياضيه في الدوله. وهذه الاشياء عرفتني حتى خلينا نقول على شغفي في الحياه، واللي شو اللي انا ابغى اسويه وشو اللي يحبه محمد خلينا نقول. ومن هذا الشيء الحمد لله الحين انا كمرشد ثقافي احب وايد التراث والتاريخ، وغير شيء هذا الشيء قاعد أشارك تراث دولتي للناس، وشفت أنا هذا شيء جدا مهم، خاصة أن كثير من الناس يجون الإمارات وخاصة دبي وما يعرفون عن وجود خلينا نقول ماضي أو كيف بدأ بدو شيوخنا في هذا الشيء.
وكيف كانت التحديات صعبة وهذا. فنحن كل يوم هني نحاول أن نوري الناس كيف بدأت دبي وكيف كان خلوا المستحيل واقع نحن نعيشه هذه الأيام. شكرا لمبدعنا محمد الجسمي، وفرصة سعيدة أن نحن اليوم انتقينا فيك. أهلا عفو، شكرا لك. ضيفتنا الأخيرة في الميلس فاطمة الموسوي. يا ترى فاطمة الموسوي كيف بدأت، وين وصلت، كل شيء عطونا إياه باختصار في ترند الشباب، واليوم بنعرف بالتفاصيل شو سر شايقة ندوى الراس. بدايتنا نرحب بأحد مدراء الأعمال في الإمارات، أختكم فاطمة الموسوي. في البداية أختي فاطمة نشكرك على حضورك اليوم. السؤال الأول، كيف تحسين عمرك الآن بعد والحين في طريق الإنجاز في بعد ما أنشأتي مشروعك، مشروع شايقة ندوى الراس؟ في البداية أحب أشكر كل القائمين على برودكاست الألف، وجدا سعيدة وممتنة بوجود نخبة من الشباب مثلكم، وسعيدة أني يمكن أكون آخر وحدة سمعت كل الحوارات، وصراحة جذبني كثير. قبل ما أجاوب على السؤال، أخوي عيسى وأخوي محمد ذكرتوا كلمة أنا في كل حوار وفي كل جلسة أطلع فيها لازم أذكر هاي الكلمة، واللي هي شغف. أنت ذكرت كيف أنا أحس اليوم. أقدر أقول إن شغف الإنسان هو اللي يقوده حق المكان اللي هو يبى يوصل له، أو المكان اللي هو أصلاً يكون مكانه هو، بس هو ما يعرف. مثل ما قال أخوي عيسى، لازم تفكر في الليش، في الواي. فأقدر أقول إن فاطمة فكرت في الليش في وقت وايد كان من وقت، وكنت في عمر صغير، كنت في ثاني سنة جامعة، وعندي خبرة، صفر خبرة في التجارة، في إدارة الأعمال. أنا يعني دارسة علوم بيئية وطاقة مستدامة، وقاعدة أكمل الحين ماجستير في الهندسة، فتقدرون تكون عندي صفر خبرة في التجارة، لكن أنا نجحت في هذا المجال لأن عندي شغف اتجاه منتج أنا بأقدمه. طبعاً الشاي بالنسبة حق فاطمة هو شغف. من يوم عمري أقدر أقول 4 شهور أشرب شاي، أبوي كان مدمن شاي والعائلة كلها مدمنة شاي، فانتقل هذا الحب من جيل إلى جيل إلى ما وصل، حتى لاحظت لي في البودكاست يشربون شاي، فوايد حبيت. فانتقل هذا الشغف، وبعد ما توفى الوالد الله يرحمه قررت أني ما أخسر هاي الموهبة أو حب الشاي، وما يتوقف بس عند فاطمة. مثل ما تشوفون اليوم كل مكان بتصدون في البلاد سبيشلتي كوفي، كوفي القهوة وايد تطورت، لكن الشاي نقدر نقول مهمل. وإضافة إلى ذلك، الشاي من أحد المشاريب العالمية، ما في مجتمع ما يشرب شاي، وعندنا في دولة الإمارات أي مناسبة بتروحونها كانت فرح أو حزن بتحصلون شاي. فحبيت أني أكون أول علامة تجارية إماراتية تحمل اسم الإمارات لمنتج أنا أحبه وعندي له شغف. حتى لو أنا ما كنت أقدر أني أكون رائدة أعمال ناجحة، أنا عندي شغف، وهذا الشغف بيقودني حق المكان اللي أنا يمكن ما أعرف إذا قدرت أجاوب سؤالك، لفيت ودرت، بس آخر شيء أقدر أقولك إنه كيف أنا وكيف بديت وكيف صرت، كله أقدر أختصره في 3 حروف: شغف. إنزين، هل إدارة الأعمال طرق نتعلمها ولا كانت إيش موهبة؟ بالنسبة حقي كانت موهبة، وبعد ما بديت أطور الموهبة بعدين تعلمتها. يعني أنا بديت كطالبة جامعة في كلية البيئة أو العلوم الصحية، ويوم بديت المشروع طبعاً بديت بدون عقود، بديت بدون رخصة تجارية، يعني كنت غير قانونية أبداً. لكن بعد ما حسيت أن مشروعي قاعد ينجح وحصلت أصداء جداً إيجابية، قررت أني أنا في هذاك الوقت أنا أتعلم. ففي هذاك الوقت بديت أخذ دورات وأقرأ وأشوف كيف ممكن أنا أقرأ العقود، أفهم بعض الأمور في ريادة الأعمال وكيفية الحسابات. فبالنسبة حق فاطمة، أنا بديتها كموهبة ومشيت في دربي، وبعدين بديت أعد الأمور دي بالتعلم. لكن ما بقول مثلا اي حد حاب يبدا اي مشروع انه لا روح ادرس تجاره ولا روح ادرس فاينانس بعدين يلا تعال ابدا مشروع، لا، الموضوع ما يوقف على دراسه، لا، في الانسان مرات تكون عنده موهبه، وهاي الموهبه تقوده حق نجاحات هو ممكن يبي يحققها. وطبعا التعلم يكون دائما مستمر، التعلم ما يوقف عند المدرسه او الجامعه او رساله الماجستير او الدكتوراه، الانسان طول حياته يتم يتعلم من يوم ما ينولد لين آخر نفس في حياته يتعلم كل يوم.
بالتأكيد. وطبعا اللي فهمناه يا اختي فاطمة ان بالتجربة نحن نقدر نتعلم ونوصل لأهدافنا. فكل الشكر لك اختي فاطمة الموسوي، وايضا نشكر الحضور والضيوف الكرام اليوم على حسن تلبيهم هذه الدعوة، ونشكر وشكر كبير لبودكاست الألف على هذه المبادرة الجميلة. لا ننسى نشكر وزارة التنمية والمجتمع على دعمهم اللامحدود للشباب وذو الأفكار الإبداعية. نراكم قريبا مع ثاني جلسة للمبادرة يوم الثلاثاء القادم مع نخبة من الشباب ومدراء الأعمال والموهوبين. كنت مع الإعلامية علي حارب ويوسف علي. حياك.